الآن لصالح فريق المغرب الفاسي. اللحظات المهمة والمؤثرة بعد لحظات غادي يرفع الحكم الوقت البدل الطائع. خروج نيلسون مونغانغا لم تعود الان خطيره جدا. الخروج كان خاطئ لقامومو. خروج كان خاطئ لاسماعيل قامومو. كانت هناك فرصه حقيقيه للتسجيل وبالتالي هذه المحاوله الاخيره من جانب فريق المغرب الفاسي. وسنتابع الاعاده عن هذه الضربه الثابته. إذن سنتابع الضربة الثابتة. إذن صراع كبير من خلال هذه المحاولة. إذن نتابع. إذن نبيل مرموق. إذن نبيل ولجي واللي كان نفذ هذه المحاولة. إذن كانت محاولة للتسجيل. إذن أكيد الآن ستتم العودة بطبيعة الحال. الحكم السيد كشاف مصطفى. إذا أنا أكيد بأنه من مثل هذه الأمور كتكون الأولوية للسلامة الصحية للاعب وبعدها الحكم يعود للقطة. أعتقد بأنه مصطفى الكشاف وياسين بوسليم وبالتالي ستتم العودة للقطة الفيديو. ستتم العودة للقطة الفيديو من خلال هذه المحاولة وهذه اللقطة الأخيرة. وبالتالي أعتقد سيعود اصطدام إسماعيل قاموم مع لاعب مرموق وكذلك إذا نتابعوا هذه اللقطة ربما حتى الجدالي. إذا على العموم هنا ستبقى السلطة التقديرية الحكم السيد كشاف مصطفى في تقدير هذا الخطأ وهذا المحاولة الأخيرة. إذن على العموم دائما سنتابع هذه اللقطة وبالتالي ماذا سيكون قرار الحكم السيد كشاف مصطفى بعد أن تم تنبيه الأمر من طرف حكم الفار والأفار حكم ياسين بوسليم. إذن على العموم دائما إذن في انتظار ماذا سيكون قرار الحكم. عقب هذه المحاولة الأخيرة وبالتالي الآن إذن ضربة جزاء. إذن كما توقعت بالفعل ضربة جزاء وبالتالي اعتبر خروج الحارس. إذن تبرير اللقطة اعتبر خروج الحارس إسماعيل قاموم والاصطدام مع نبيل مرموق اعتبره بأنه خطأ في حق اللاعب نبيل مرموق وبالتالي خروج قاموم اعتبر الحكم خطأ وضربة جزاء وبالتالي خروج لم يكن موفق لقاموم من خلال هذه اللقطة والمحاولة الأخيرة. وبالتالي إذن بالفعل هذه هي اللقطة التي على إثرها الحكم اعتبر أنها ضربة جزاء وبالتالي الآن قاموم تحت الضغط من خلال هذه المحاولة الأخيرة. وبالتالي سنتابع الفقيه وفرصة التعديل في مباراة مثيرة في أطوارها ومشوقة. وبالتالي سنتابع الآن محمد الفقيه وجه لوجه مع الحارس إسماعيل قاموم وفرصة التعديل. ضغط كبير على محمد الفقيه من خلال هذه اللحظة. إذن لحظة جد مهمة وهدف التعادل. هدف التعادل جاء في الأنفاس الأخيرة من هذه المباراة. يمكن أقول بأنه حسني تقدير ضاع من الفوز في آخر اللحظات وهدف التعادل الذي جاء في لحظة جد قاتلة في المباراة. وبالتالي نتيجة التعادل هدف لمثله
ما بين الطرفين هي النتيجة التي تبدو نهائية وتبدو منصفة للطرفين. فريق المغرب الفاسي كان عليه أن ينتظر هذه اللحظات من أجل إدراك هدف التعادل، ويمكن أقول بأنه الضربات الثابتة فعلت فعلتها خلال هذه المباراة. ركنية كانت من جانب فريق الحسنية تقدير وضرب